عن مصر ومع شباب صوت جميل فعلا وكلمات حلوه وهنسمع اكتر منهم دلوقتي. بيشرفنا استاذ محمد رأفت مطرب والملحن، مساء الخير. احمد منير موزع ومهندس صوت مثلا، ومحسن مطرب وكاتب وملحن كمان شامل يعني. اهلا بيكم منورتنا، واحلى حاجه ان انتوا بداتوا اغنيه باحلى حاجه، احلى بلاد الدنيا مصر، وهي فعلا احلى بلاد الدنيا. ويا رب دايما باذن الله. احنا ما عندناش وقت كتير وعايزين نسمع كل واحد فيكم، هنبدا بايه ومع مين؟ ممكن اسمعكم من كلمات والحان دي انا كنت بتاعي من قلبي على فكره. مصر فعلا بلد ما هياش احنا ناس بنسكنها، هو عايش جوانا. يعني بنفتكر ليس وطن نعيش فيه ولكن وطن يعني بالظبط. فكتبتها ولحنتها، وان شاء الله احمد ان شاء الله هيعمل المزيكا بتاعتها ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله تحوز اعجاب الناس. طب نسمعها اتفضل. ادخلوها سالمين، ادخلوها امنين، يا مصر فداكي ارواحنا كلنا فداكي، يا مصر يا حبنا يا دنيتي يا جنتي يا هديتي من رب العالمين. الحق لازم له قوة تحميه، وبروحك يا مصر انت تفديه. الحق لازم له قوة تحميه، وبروحك يا مصر انت تفديه. ولا يغركش واهم ومين في الدنيا دايم، ولا يغركش واهم ومين في الدنيا دايم غير ربنا. يا حاسبنا كلنا يا مصر علشانك احنا مكملين، يا مصر المشوار وكلنا مؤمنين، يا مصر علشانك احنا مكملين، يا مصر المشوار وكلنا مؤمنين، يا مصر بعملنا وبدينا حريتنا تنادينا، بعملنا وبدينا حريتنا تنادينا. بينا كلنا بينا نبني مصرنا، يا مصر باقية طول الزمان، يا مصر بلد الخير والأمان، يا مصر باقية طول الزمان، يا مصر بلد الخير والأمان، يا مصر.
الله الله جميله. دي كلماتك؟ دي كلمات والحان. جميله. طيب محمد انا طبعا عاوز اقول ان احنا اهم حاجه ان احنا بندعم السياحه المصريه. انا بوجه كل دعوه مني انا كشاب مصري لكل العالم. مصر هي بلد الخير والامان، هي بلد النور والسلام. يا ريت تيجوا تاني، السياح تيجي مصر. فانا هقول حاجه انا مش محضرها، انا هقول حاجه ارتجالا مني كده لمصر لان انا بحبها جدا، ودعوه من شاب مصري. اتفضل. بلدنا بلد الخير والأمان، بلدنا بلد النور والسلام، دعوة من كل مصري تعالوا هنا في أرضي، دعوة من كل مصري تعالوا هنا فردي. مصر فتحة ايديها بتضم كل البلاد، بتضم كل البلاد. مصر مصر هي النور، مصر هي شعاع الأصالة. من كل مصري بناديكم، بناديكم دعوة دعوة إلى الأصالة والسياحة. هنا كل شيء جميل في أرض بلادي، شرم والأقصر والمعز والفاطمي، كل حتة في بلدي بتنادي عليكم، بتنادي عليكم. كل واحد من شعب مصر بينادي، أنا ضد الإرهاب وضد اي عدوان في بلادي، ومحدش هيقدر يزعل بلادي. لان مصر هي محفوظة من رب العباد. ادخلوها آمنين. الله، هي رسالة بجد حلوة قوي. لا أنا لو قلت أول حاجة معروفة بقى نكسر الموضوع. حاجة من القديم ولا إيه؟ لا من الجديد طبعا. الهضبة عمرو دياب طبعا، عشان أنا بحبه جدا بصراحة. تمام. مفيش حدا بيحبوش. أغنية اللي ضحى رجل وطنه، نقول كده يلا. اللي ضحى لأجل وطنه لأجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي ضحى لأجل وطنه لأجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي حلمه حلمنا، واللي فرحه فرحنا، اللي نهر النيل بيجري جوا دمه دمنا، يبقى واحد مننا. أيوة واحد مننا. مصر ايه غير الأصالة والقلوب طيبة؟ مصر ايه بتبني ولادها حلم بكرة والسنين، واللي يرفع اسمها يبقى أغلى عندنا من حياتنا كلها، يبقى واحد مننا. أيوة واحد مننا.
لا سريع. انا عايز بعد اذنك اقول حاجه سريعا لان وقتنا للاسف خلص. لما قلت الحق لازم يقول روحك يا مصر انت ولا يغركش واحد صحيح. الحق محتاج قوة. لكل بلد ليها نظام وقوانين وليها مؤسسات وليها وليها ولازم بقى لها قوة تحمي هذه المؤسسات. تمام. بسم الله لا نفاق ولا مجرد كلام يتقال. لو احنا حتى قلنا اسرائيل، هل اسرائيل تقدر يبقى لها شوكة او يبقى لها وجود من غير جيشها؟ اعتقد ده. لو قلنا اي بلد تانية في الدنيا ما تقدرش وشفنا كل ده في الدول اللي حوالينا يعني اللي ما بقاش عندها جيوش. يعني احنا يا ابناء هذه البلد الطيبة لو احنا من الجيش ولو احنا هاجمنا احنا ولادها هاجمنا جيشنا مين هيحمي البلد دي؟ هتبقى نقمة سهلة تتاكل. عمرها ما تبقى باذن الله ان شاء الله. ربنا يحفظ جيشنا وشرطتنا وشبابنا الجميل والامان ان شاء الله باذن الله. سريعا جدا لان الوقت خلص. اخر حاجه طبعا. احنا المصرويه شلنا العبوديه وجينا بالحريه عشانك يا مصر انت عربيه مسلمه ومسيحيه وكل واحد فينا ابنك يا مصر. احنا المصراوية شلنا العبودية وجينا بالحرية عشانك يا مصر انت يا عربية عربية مسلمة ومسيحية وكل واحد فينا ابنك يا مصر. دي تحية من كل مصري مسلم ومسيحي. بنحيي رئيسنا السيسي ربنا يقويه واحنا بجد كلنا وراك ويا رب يعلي مصر في كل الاوطان باذن الله. احنا بنشكركم جدا نورتونا. احنا سعدنا. شكرا. لو احنا سعداء بروحكم دي جميله وانا عايزاكم تجهزوا حاجه على ما نختم ممكن ننزل بالتتر عليها. فاحنا بنشكركم بنشكر كل اللي تابعونا النهارده كده وصلنا معاكم لنهايه لقائنا باذن الله. بكره فريق عمل جديد مع مصر جميله. هنسيبكم بقى مع المجموعه دي. غنوا بقى حاجه كده نبتدي بيها. قولوا ايه بقى مع بعض؟ الدنيا مصر كنا ناويين نغنيها بلاي باك. يلا كنا ناويين نغني بلاي باك. مش من كل قلبي على طول. اوكي ينفع نغنيها لايف بقى وممكن نشتغل على البلاي باك. احلى بلاد الدنيا. طب اوكي نشتغلها لايف من كل قلبي. يلا من كل قلبي بغني لك بإشارة تنتهي وانا جيلك. لو نبعد قلبنا يناديلك بإشارة تنتهي وانا جيلك. انت الأصالة والحضارة انت الريادة والإرادة قمحك ينور سنابيلك. أحلى بلاد الدنيا مصر طيبة أصالة في كل عصر. أحلى بلاد الدنيا مصر طيبة أصالة في كل عصر. من كل قلبي بغني لك بإشارة تنتهي وانا جيلك. لو نبعد قلبنا ينادي لك بإشارة تنتهي وانا جيلك. انت الأصالة والحضارة انت الريادة والإرادة أمحك ينور سنابيلك. شكرا ليكم.